معك يا رئيس اليمني الحالي والمستقبلي بالخنجر علي عبد الله صالح. البحث عن اسم عفوي يوحي بالحرية وحب التجريب والخروج عن المألوف هو الذي قاد أصحاب هذا الموقع لاختيار خرابيش كاسم له. الموقع الذي سعى للمساهمة في تقديم صناعة ترفيهية عربية جديدة عبر أفلام كرتونية قصيرة سرعان ما وجد نفسه وسط موجة الثورات العربية، فجاءت إنتاجاته لتواكب هذه الموجة وتلاقي صدى غير متوقع من التفاعل من قبل الشباب العربي. الثورات العربية ما إجت وعملت ثورة بالشارع فقط، إنما كمان عملت ثورة بالمحتوى العربي، بالإنتاجات العربية، بكيف إن الشباب العربي صار بإبداع وبفن يقدر يعبر عن حاله وما يخاف يعبر. شبكة الإنترنت والهواتف الخلوية كانت الساحة التي استهدفها موقع خرابيش لعرض منتجاته. الإقبال الكبير على أفلامهم دفع بعض الشركات العالمية مثل شركة جوجل وشركات أخرى لعرض شراكة معهم ورعاية إصداراتهم، نجاح يؤكد القائمون على الموقع بأنه سيوجه لتوسيع أعمالهم وفرق العمل لديهم. خلال هدول الشهرين اللي فاتوا احنا تقريبا 18.5 مليون فيو، 12.5 منهم كانوا من العالم العربي، فهذا بيعني انه ايش الاثر اللي عم بتكون هاي الفيديوهات الكرتونية القصيرة، ايش اثرها وتأثيرها ومشاهدتها من قبل الشباب العربي. وخرابيش بدت في الاردن وهلأ عم تتوسع عشان تكون في كل البلدان العربية. نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت الدم في كل شارع. لكن هذا النجاح لم يكن بدون ضريبة، فعلى خلفية عدد من الأفلام المنتجة تلقى الموقع العديد من الشتائم البذيئة ورسائل التهديد، لكن هذا لن يثنيهم كما يقولون عن سعيهم لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت ورفع سقف حرية التعبير لدى الشباب العربي وإن كان بأسلوب فكاهي وساخر. كما أن الثورات العربية قد أخرجت أجمل ما في شعوبها، فإنها قد كشفت أيضا على ما يبدو عن إبداعات استثنائية لعدد من الشباب العرب في عالم ما يعرف بصناعة الإعلام الجديد. أحمد جرار، الجزيرة، عمان.